راني خايف ياما راني خايف ياما تمشي وتخليني ولا ما شفتك ياما السلام شوف شي حرفه اللي تخدم فيها دخل ديالي هذا هاني بعدا شي حرفه ولا خوان والله اللهم لك الحمد انت شفت لي الماركاني الدور الزنا واش كدير واحد الكلب عند كطان ايديكم صلاه نتوما حاضرين من بنادم ما صح حرام شنو غيقول والله تعرف شنو غيقول شي 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 واش كاين شي حاجه تما كرم زوين الدري يا صاحبي ساره لاش لك على معليش الله اه معليش صافي لي شهاده ما بغيت غير كتقلق الماء دابا توصل لي شهاده لبا يلا قولش باقي باقي تزيد اه دابا ضايع باش خما شي اللي بحال هكا يا ما المكتوب يا ما زاري لا لا ني طما شي زيد لا تسكت اوجي تشبه نجي يقولي فوجي تعلم قم عشية هيك استاذ قم عشية وغلا تفع عشية لك بشي ناو بغيت نخمان كل مروج بيا أحق راك نعرف بل ممارشي وي اللي نرع راف شامي ديك اللقطة فين قلت لك سير سير اش قلت لك اش بيع البير اش قلت لك فماكش ودي نسي ما عدي ودي راك جرب شي صراحة قم عادي صراحة انا فورا شفت زين دابا تعرف انت سالي تعرف ترجع الصوت قلت غدبا تبارك عليك شغداتك بالروش وناسي ارجع الصوت ودير مالك ها والله ما عنده العقل شنو مشى عنده وانت جاي واش صافي مشى وانت دقيقه ما ريحش اش مانا انا سامي لا جاي شنو بزاف تخو تي ديك خونا زاد طاش ثاني في الدار ديالو وحاجه وحده اللي خاصو يديرها ايش مع راسي وشي خير والله حتى اي بنت تمنى كاين اخوه باقي باغي يمشي عاد زاد طاش ثاني في الدار بس كنت سمعنا كون فرقه يعني نو كنت خليتيه يوصل ترى نهار هو الساعه خلينا هكا خلينا والله يخمق خايف في النار نعم والله ما شغيرك شتى انا كلهم مغيرين انا خلى عنه قول لي اشكي والله ما كاين شي تعاودي تما كتبقى مخبطه شي حاجه خارد وانا بدي اخر الموضوع الله يرحم لك الوالد بين قلت بغيت ندوي معك انا في واحد الموضوع شنو انا مريض يا سيدي اللي طلعت لي في والله شوف فيه من ضحك وضحك شي هاديك مال اش بان لك فيها بالي بالي لك راه باين راه باين راه فين شتيني كندوي على هذيك النار محمد انا عجبتني ولكن دابا انا عجبتني انا ما كنا ما سمعتش اش قالت لي ياسين اش قالت لي قالت لي في قماش قماش راه باين راه تفاش بين بينك انا راك شي في الجبل او سمعني انت واش تمرين انت راه غتقول لي انا احسن مننا غطلع على السيلون دابا دابا شي احسن مننا اللي على السلم دابا شوف حتى هو راه كون جا في شي اجواء اخرين راه تقدر تقابل عليه لكن اخو واش غدير هو غادي على الطاب ليه بحال اللي كيبيع البن بقى يقول لا بغا يشوش الريب عرفت شنو غنديرو؟ اه غنوقف عليها جرب حد ولكن ان شاء الله ما غيكون الخير انا متاكد ويلي راه غيكون الخير من دابا سير راه مضمون انا نجيب لك الكادو ديال الصاحب ديالك تو الصاحب شنو هو الله يسكت فيه على حسين سير الله يحفظك ولكن عرفت شنو هو؟ غطول فاش دير لك التليفون؟ لا خويا ريحه مراس ضروري كلشي شحال جبتي ضروري هاني بعدا الحمد لله خلاص انا شفتك من نجيك من الله علاش بحال مركشي كامل مكمل كامل مكمل اش بان لك ما عرفتش انا تسولت عليك عم الجي عندك وي والله قال لي دريب كناش ضريفه شو عمرك يقول عليك خايب ايوا 45000 خلوا لي بزز لا حيدي 1000 ريال في الاخر شنو دابا؟ تخليها عندي؟ حتى من بعد طيب من نفسي ديك الساعة طيب من نفسك ونتقربوا على بعضياتنا ديك الساعة يكون خير ولكن لك تنكون الراس لا كاين الراس انا شفت تليفونك عطاني شفت تليفون وقايدين لك وعلاش غتشوف تليفون؟ باش نعرف راسي شكون الراس كاين الراس لا ونشوف حط تليفون
بحال ملي شي سميه هاي لا ماينوف مزيانه اش بغيت تشوف شي تليفون اصلا ديشارج غير دفا دابا شنو هو شي مساري في عشيه مساري جي عندهم كم الهضره عندك طوم خاوي شي موس كاين كلشي وكاين داك الطوم بحال هاد المعلم التصيب واحد الشهر كاين شكون هاد كلشي كاين صافي دابا تشاش بشي ماشي انا اللي سير انا راه كنتسنى نفتح صافي يلا حي ان شاء الله يفرس فين بيضا فكتشي كتشعب ماما كيس ما كنتحبش شي عطلش اش وصير دبقاش كنتسنى فيه ناري ما قلتش لك شنو دبرت على واحد البيك شيم حل فيه بالله والله لبست معي ليه علاش درتو صاحبش معي حل فيه والله ايه دابا كاين سركيل عند الطوموبيل نعيط لك شي سيزه شتينا البارح من روما باش دخلتي باش باش مايلو هاو كي صوني الو فين بخير شكون معايا ولا غنقطع تا بلاتي شكون معايا ولا نقطع بالزربه رضوان وقفت لك الباه لا عدتك السواج ومهم جا عندي دابا باغي كدار وما تعطليش خليني منهم يلا ايه بخير هاي شحال مهم سمعي كلاس ديالك كلشي بخير فين كلشي بخير الحمد لله مرة كدبا راس قول لي اش درنا باقي شي سن كل في الواتساب صافي درنا في الواتساب ماشي شي نجاوبك مباشرة قلت لك صافي يلا سمعت دابا ولكن لك تات صاحبي ملي شفت الطلاق عرفتي علاش حيت شي دير دير هادي ما عندي ما عرفتي علاش حيت دوس بزاف شحال هادشي عارف واش غادي نضرب انا وياك طويل انا ما خصيتكش تعجب شي بابا نضحك عليك ما بانش ودابا كلشي بين يدك شوفي كنت غتصاحبي معايا وتخسريني ما عندي ما ندير غتصاحب انا وياك قدرينا نقدرك الموج معاك ولكن باش بديتي تدخلي معايا عمرك تجيبني كنا نخسروا بعضياتنا باش تخلي التصويره زوينه مع بعضياتنا باش تقولي صافي بدا تبيضي فيا لا ما تخافش ما فيهاش تبيضي يلا عيني تشوف الطوموبيل خليتها عندي كولا شكون كمل لي ولا كمل لي هذيك باش نجيب شي دار في البوح لا كوا طول الليل كلشي هذا يلا نشوف هذا شكون لك لاطري وهاش لقيت لكم كراهتو راه الحب اللي هدار فيها لغزة لغزالي وانا صابي داخل لي عاودت لك كنت بيتزا كتعمل زوين كليان ديالو غادي يمكن ناكل معاه ايوا مزيان هاد عصير ديال الزعزع ديما كيهضم ليه ماشي كيهضم واش تعرف هو انا غنمشي نتاعك انا ديال داك سلام انا ايفا وسط معاك العاب انا طرقك من النار ابي صافي يلا نمشي واش نوقفوا نبغى نهضر معاك واحد راه ما قبيله نبغى نهضر معاك وما تحتش شي فرصه حيت كنجمعني على طلعتش صراحة ساديتي منك والله شي ساديتي منك ومن بعد راه كلشي واضح حبي ولكن انا ما نقدر ندير انا نقولك باش تعجب شي اول حاجه مرة جبتنا فاش برك نعلم المحل شي انك بعقلك مريم فليفله كطير
وبا صغيره شي اجي على ولا باي انا نتفهم مع بعض ديالك. انا ما نقدر ندير معاك والو حشمه ديال صاحبتي. وي لا شوفوك والله عطاني فرصه والله شغادي نعجبك. المهم تشفع لها مع مريم عشان ماشي غاديش غادي نعجبك مادام قلت لك غادي نعجبك قول وفعل صافي دابا الفرا مع مريم وكم شي الفرا مع مريم في الاخر تقولي لي لا من لا صافي دابا كلمه عارف كلمه ديال الرجال عندك تزيد رضوان ما كتجاوبنيش. اسمع انا خواتك مالك اختي كيفاش مالك شناهو شناهو وليت اختك دابا واش وليتي تجيني قدام باب الدار باش كدوخي رضوان وجدك دابا تسمعي لا 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 الوالدو هادشي اللي باغي انتيا رضوان راه داكشي اللي طرا البارح راه خيال عليا رضوان قلت الناس كان ماشي الا ياكم بحال عمري عرفتك مزيانه كيفاش ويلي كيغرك الماتريال عاجبني الفلوس يوعوا ما بحركة قلت الناس لا رضوان ما تقولش ليا تفضل من هنا شوف الناس صحي ديري من هنا فين؟ بخير الحمد لله يلا جات عندي الاخرى فريش انا وياه وين؟ وين صافي كنت من قلبك عيط لها بغيت تعيط لها تسمع كل شيء لا صافي الا بغيت نعيط لها عيط لها ما عنديش مشكلة لا فرينا دابا اش درتي معايا شي صاحب صافي وبهاد المناسبة هادي يلا نمشيو عند عشية اليوم البيت اول وسط وسط انا وقت صاحبي تعطي مورا ابيل صافي واخ يلا شو دابا هاد الفعايل مال انت ما قدرتش الفلوس ولا شناهو صافي اصاحبي باش بغيتي وي ياسين كندوي معاك انا وقت صاحبي واش مريض ولا مال وخالتش خدم شو واش هاد المنصب ديالو هو هذاك البوست ديالو هو هذا صافي خدم شي حاجه اخرى مرحبا الله يحفظك راه عارف اللي هاي اخويا راه تولافك واحد شويه ديال اللي شي دافع علينا كبير نسيتي ناقشي ليا ماشي في الصونطا نمشي على خاطر طلعت لك فيه داكشي كيفوش المهم خويا اسمح محمد غنخليك دابا خلي في راسك ان شاء الله كنقول لك ما عندكش الوقت ليه وفي الاخر غالي سلام عليك سلام وخلصوا ولا فتي انا خاصه نخدم بغيت نخدم فاش ما كنبقى نخدم في الدار فاش ما كان فاش ما كنعرف واحد السيد ولكن ماشي نسولك ديك حمزه اه صافي صافي واخا سي دريس انا معاك واخا ومين بخير كيداير لاباس الحمد لله الله يحفظك قلت لك هاد الدريات اللي قالت لك خاصها تخدم شي خدمه ديالك تخدم؟ في اي حاجه كانت على وجهك امين المهم انت عاد خايب انا وياها نكون حالك ان شاء الله سلام امين سلام ماما اش وقفين بخير عقلت عليك لا واش عقلتي عليا مزيان؟ عقلتي عليا عقلتي منك ماشي قدام صحابي لا بس نسيت الطعام لي هاد السونطار وكنت تقول لي نتايا تلميذ مع الديمن ديالك شنو غتعطيني؟ ياك واش عقلتي ولا نفكرك؟ عاقل عقلتي دار الايام واش خدمنا عندك؟ ها؟ وفي مرة جا انا راسي بروش ونديك عند صحابي ياك غنقول لك شوف غتطلبي مني اي حاجه بغيت وانا نقع معاك قدامك ولكن الا ما غنديرهاش على وجه امام غادي نخدم شكرا بزاف ماشي فاش ما تخدمي فاش فاش ما كان المهم نبدا مع الدكمي تاع الصباح ولا مع الدنيا عندك شي اكسبيرون شي حاجه شي ديبلوم والو ما بغاش خدمه واش غندير ما بغيتش الا نعطيك ميت الصباح نلقاك هنا مزيانة يلا سير شكرا بزاف ماشي مشكل كل ما يقولها غدوة يرجع فيها يا روح قولوا لها حبيبك كان معانا شوفوها وش تقول يا معلبة